الحوار ده قص 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 قص. كنت فكروا توا نقول انا حبيت البوهالي ذاك، هذا سؤال مش بريء حتى طرف، هاشتاج مقصوده. وقتها انا قلت يعني انا متاكده باش يجيني ايميل باش يقولوا لي تونس الخضراء تناديكي. تيليشارجي طور باش تطور في مهاراتك، علاقاتك، صحتك البدنية والنفسية وأكثر. تيليشارجي طور من الستور الكل وتمتع بثلاث أيام مجانا. عسلامة انجح، أنا سونيا اليونسي، جيت اليوم باش نحل البوكس متاع انجح. أوروسكوب، انت كيما برج الميزان حنينه برشا ودمعتك سهله برشا برشا في ساعة نبكي، رغم برشا يقولوا لي كيفاش يعني انت شخصيتك قويه المفروض انه ما تبكيش، وهي ما عندهاش علاقه ببعضها، تنجم تكون دمعتك يعني سخيه وحنينه لك في نفس الوقت شخصيتك قويه. وي جو كونفيرم، انت برج الميزان مستحيل تعتذر كيف تجرح شخص، تطلب السماح بطريقتها وما تقولش سامحني، انت هكيكا. والله شوف تيوريكمون انا نقول ديما ما نتقلقش من كلمه سامحني يعني نقولها، لكن بالحق هو في الحقيقه نحسها صعيبه، نحسها صعيبه. قولوا اللي برج الميزان ما يحسبش الفلوس مع الناس اللي يحبهم، وبالنسبه ليه الحب قبل الماء. صحيحة صحيحة، مش معناها خاطر هكا ادعاء للمثالية، بالحق أنا ما نحسبش في الفلوس، ويمكن هذه من الحاجات من الدروس اللي تعلمتها في الثلاثة سنين اللي فاتوا، هذا يزمي نبدل شوية يعني نلم روحي شوية على خاطر برشا عبيد نحسبها، خاطر برشا عبيد يستغلوا الكرم متاعك ويستغلوا العطاء متاعك وهما ما يستهلوش. أنثى برج الميزان مزاجية وتنفح فيسا فيسا وبعد تقلق، انت هكك. اي الحقيقه اي انا تعرفوا توما برج الميزان هوائي مزاجيه برشا، ننفح بكل شيء، ننفح وي ننفح بالاشخاص وننفح باللي زوبجي، ننفح باللي زاكتيفيتي، ننفح نفحه وي صحيح. في لونجاجمون في الخدمه سي حاجه اخرى، معناها الخدمه انا نرى انه الخدمه ما يلزمش واحد يتعامل معها بمزاجيه، حتى كان من داخل ربما نفسيا عندك ظروف صحيا ولا عندك مشاكل شخصيه، ما يلزمش تتعامل مع الخدمه نهائيا بالحاجات اللي تخصك انت. علاقه بالعاطفه كيفاش تعمل؟ اه اللي عندها علاقه بالعاطفه غادي الضرب وين؟ غادي وين انا نجم تكون تحب شخص وبعد شوف نحب شخص حاجة ويعجبني شخص حاجة ساعة، أولا ينجم يعجبني شخص وي بعد تير نفحة تصير، لكن ما تنجمش معناها العبد اللي تحبه بعد تولي ما عادش تحبه، سينو ماهوش حب هذاك، فهمت؟ الناس اللي تحبني سواء أصحاب ولا علاقة حب ولا علاقة صديقة ولا عندهم مشكلة لا تشمو معايا أنا، يتعلقوا بيا ومن بعد أنا كي نتبدل تولي سين وجيم وكيفي وتولي كأني أنا في عوض نلملم روحي ونهز روحي، نولي نخمم فيهم هما باش ما يفهمونيش بالغلط، دونك كنت من الأول قبل كنت نفسر لهم لكن كني يمتص مني برشا طاقة، توا لا، توا نقول لي أنا مادام نحب نجبد روحي يلزمني نجبد روحي، يلزمني نسمع كين روحي باش نجم نكون متوازنة مع العباد، فوالا هذا هو المساج. هاشتاج مقصودة، هاشتاج مقصودة صحيح. هل أنت كيما أنثى برج الميزان كيف توفى علاقتك مع الشخص اللي أنت معاه تاخو أكثر وقت باش ترجع وتدخل في علاقة أخرى؟ طبعا هذا مما لا شك فيه، أنا مستحيل معناها إذا نخرج من علاقة، علاقة حب قوية، راه مش نحكي أنا تعرفت على هذا، نجم تعرف على هذا الجمعة هذه تطول البارح وغدوة تعرف على واحد آخر، ما عنديش مشكلة لأنه مجرد تعارف أو مجرد إعجاب طفيف، أما إذا تحب شخص لا، يلزمني نعيش لو دوي متاعي، ناخو وقتي، أسئلة ما عنديش علاقة ببعضها.
عطاوك دور بطولة في فيلم تونسي ورفضت علاش؟ هو مش رفضت راو، ما نجمتش، معناها اعتذرت على خاطر باش نسافر، معناها نعرف روحي اللي ما نجمش نكون قد الالتزام هذاك، هو المحلة قاعد لي في قلبي هكا، أما ما يصيرش نعرف أي نجح. نجح. نجح نجح الفيلم ومبروك على اللي خدموا فيه. طرفة صارت لك في أمريكا وقت كنت تعيش غادي، صارت لي طرفة في التقديم في أمريكا في أول جمعة عن زوز ضيف، ضيف بالتليفون وضيف في الاستوديو، دونك أنا قلبت الأسامي يعني اللي معايا في البلاتو، قلت له ومعنا من الجزائر. هو بجنبي وأنا قلت له معنا من الجزائر، واللي بالتليفون قلت له دونك أنا وقتها نسمع في البروديوسر في وذني قل لي لا مش هو العكس اللي في البلاتو، قال لي أنا مانيش اسمي فلان فلان، فهمت أخينا؟ نذكر وقتها ضحكت، يعني عديتها بضحكة باش ما نظهرش لينا تهنتلت. وقتها أنا قلت يعني أنا متأكدة باش يجيني إيميل باش يقولوا لي تونس الخضراء تناديكي، عمل غدوة مشيت نجري للمدير قلت قبل نفطر بي قبل ما يتعشى بي. أخي قال لي عادي تصير، رفضت أنك تقدم الأخبار في الموسم هذا كيف جاك عرض البرة وخيرت أنك تكون كرونيكوز في تونس. أوه ذي سؤال، زوز أسئلة في سؤال. باهي، أول حاجة أنا راني رفضت نقدم الأخبار في القناة ذي لأنه أنا حبيت برنامج الحقيقة، ما حبيتش الأخبار، وهما كبشوا في الأخبار قالوا لي إحنا نشوفوك في النشرة الرئيسية، نشوفوك في النشرة الرئيسية متاع القناة. أنا قلت لهم ليه، نحب تشالنج جديد، ونحب برنامج اجتماعي، نحب برنامج فيه يظهر الكاركتير ويظهر يعني فما تشالنج جديد مش الأخبار. لو كان يعطيوك دور بطولة في فيلم مصري مع أحمد السقا، الله على أحمد السقا، على شرط تقعد عامين ما تجيش لتونس وتعيش في مصر، تقبل؟ ياسر شروط. هي هو أحمد السقا صحيح، وأنا يعجبني بارشا كممثل، أما مش لدرجة إنه نخلي تونس ونعيش في مصر ونقعد عامين في مصر. فترة مؤقتة وي الناس نتشرط. شكون سمك سونيا من عائلتك وشنو معناها اسمك؟ سميتني مميتي الله يرحمها، مميتي رقية اسمها الله يرحمها وينعمها. أمي حابه تسميني شادية خاطر أمي مغرومة بشادية وعبد الحليم. أخي بابا قالها شنو شادية مش حلو الاسم، ولا رغم هو يعجبني اسم شادية أنا. يا أخي مميتي، شوف أمي تحب شادية ومميتي تحب سونيا. سونيا أنا قريت عند أستاذ إيطالية قال لي اسمك معناها الحلم، لكن فما شكون قال لي كان أنا ذاكرتي ما خانتنيش، هو ورد زيدا بوكس ينجح. كيف تسمع كلمة انجح، شنو الموقف اللي تتفكره وتقول هاني أنا نجحت؟ أوه هذه وحده حلقة كاملة انجح. تمن بروحك وما تسمع حتى حد، لأنه أي إنسان ينجم يغلط، بدايات كلها متعثرة وعادي، ما تكونش قاسي مع روحك. ونعرفوا شكون نسمعوا زادة، خاطرنا تو مش معناها شيش يقولوا ضد النقد، أنا مع الكريتيك اللي نحسه ساعة من أهل الذكر لازم الكلها ترضى عليك. سيليكسيوني العبيد، عندك العائلة، والعائلة ماذا بينا العائلة ما تجملش، خاطر فما عائلات ولدي اللهم صلي على النبي على ولدي اللهم صلي على النبي على بنتي، كما توراهم في السوشيال ميديا، المهم يظهروا لبس عليهم، المهم يظهروا فرحانين، المهم يظهروا لبس عندهم برشا فلوس، عايشين طيارة. دقيقة خليني نوري الطاولة، خليني نوري الصحن، خليني نوري الفنجان، خليني نوري الساك. ما نجحتش قبل في المشروع اللي حليته، أما توا عاودت وقفت على وقفت على ساقيك وبديت من الأول. هل تحب التحديات؟ أولاً أنا مش ما نجحتش، بالعكس أنا كنت ناجحة في مشروعي، ولو ما كنتش ناجحة في مشروعي عمري ما نخلي الحرة ونخلي البلاد كلها ونسيب الملمة واللي فما ونجي. أنا كي مشيت لأمريكا ما نجمتش نوفق بينه وبين خدمتي غاديكا بحكم البعد، وما نجمش نسافر إلى آخره. كي خسرت وما نجمتش نتقبل الخسارة هذيك، لا نجمت نقبلها كصاحبة مشروع، على كأنا كسونيا لورجوي متاعي ما نجمش نحمل الفشل. وذاك علاش يمكن أني أنا سكرت ولا نقولوا أفلست، خليني نكون صريحة، قعدت لي في قلبي، وربما هي مرت لي نوعا ما متعة التجربة في الحر. أنا مش مستنسة بالصعوب هذا، مستنسة بصعوبات ما مش هكا طوى صعيبة برشا، حسيت بصعوبها بالقدام. هذه استاجر الوحش والله عجبني.
بالحق انا هذايا استاج الوحش نسميه. النجاح بالنسبه ليك خدمه وفلوس وكارير او استقرار وعائله سعيده وفرحانه؟ هذا سؤال مش بريء حتى طرف. علاش نخير؟ علاش ما علاش يا اخي ننجح ويكون عندنا فلوس وعندنا خدمه وكارير ناجح، يا عندنا عائله وصغار وعلاش مش مع بعضهم؟ ولا طمع يتسمى هذاك الحب والزوج. مثلش اي انسان يحب يكون ناجح في خدمته، ناجح في كاريره، ينجح في كل خطوه يحب يعملها، يحقق طموحاته، وفي نفس الوقت يكون مستقر وتكون عنده عائله محليها وتكون عنده صغار محليهم. انا المهم اللي ديما جنسيست عليها النقطه ذيه، انه ما يلزمش واحد يحط هدف الاستقرار، خاطر مكتوب. ربما زاد اللي ما يعيش التجربة زاد، خاطر النضج عنده دور، فهمت؟ مش كيما واحد يختار شريك حياته ولا حتى خدمته، راه مش نحكيه حتى على العرس بركة، حتى الخدمة مش كيما أنت كنت تقرأ ولا تغزر شنو باش تخدم في المستقبل كيما بعد، كيف حتى مواصفات الشريك مش كيف. أنا نذكر أول واحد حبيته كي كنت نقرأ، كان كي نتفكره توا نقول أنا حبيت البوهيلي ذاك، معناها فهمت؟ دور تمنيت كان عملته ومتأكدة أنه تنجح فيه في تونس. فما نتفكره هو دور عزة سليماني، دور المدمنة. أنا نحب الأدوار اللي ما يشبهوليش، بسيكوبات، دور المدمنة، دور المجرمة، دور نحب الأدوار هذوما خاطر نحس فيهم برشا خدمة. رسالتك لأي شخص يحب ينجح ويقول لك ما نجمش نوصل؟ ليه؟ ما فماش ما نجمش. فما نحاول ونزيد نحاول. أما فما برشا يقول لك ليه، أنا من بروحي وبقدراتي ونعرف. حلو الكلام هذا، أما راهو مش ديما صحيح. وقتاش أنت تعرف اللي هو مش ديما صحيح؟ إذا حاولت مراراً وتكراراً وما فماش تطور، ما فماش قبول، ما فماش ناس حابة عليك، ما فماش يعني قلت لك ما تحسش فما التطور، ماكش قاعدة تعطي. علماً أنه أنا يعني أكثر واحدة نكبش وأكثر واحدة نتحدى، وجاتني برشا صعوبات وتعديتها. روحك لازم تكون عزيزة عليك وتنقذ نفسك وتعز بيك روحك وتقدم لها لو ماكسيموم وتخدم لو ماكسيموم باش توفر أكثر ما يمكن حظوظ ليك باش تنجح، على خاطر نجم تنجح.